المسألة الثانية تتعلق بمعتقد الإمام أبي جعفر الطحاوي. المسألة الثالثة تتعلق بالرسالة نفسها. لما قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي بمصر رحمه الله، قال: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت. الإمام أبو حنيفة هو أحد الأئمة الأربعة، وقد تكلم الناس في مذهبه في أصول الدين، وإذا نظرت بعض كتب الرجال أو حتى بعض كتب السنة المسندة كالسنة لعبد الله بن أحمد وجدت بعض المسائل التي يضاف القول فيها إلى أبي حنيفة على طريقة مخالفة لمعتقد السلف. ثم جاء أصحاب أبي حنيفة رحمه الله من بعده، وكان من سبب بقاء هذا التردد عند كثيرين من الفقهاء والذين تكلموا في المقالات في شأن أبي حنيفة هو أن أصحابه هم أكثر أصحاب الأئمة الأربعة اختلافا وافتراقا في أصول الدين. فإنك تعلم أن الماتريدي حنفي، والماتريدية تبع له أحناف، فأبو منصور الماتريدي الذي كان معاصرا لأبي الحسن الأشعري هو حنفي المذهب، وهو من أعيان علماء الكلام، ومن المعروف أن ما قرره في كتبه كالتوحيد والتفسير وغيره ليس هو معتقد السلف، بل إن طريقة أبي الحسن الأشعري بإجماع أصحاب السنة والجماعة خير من طريقة أبي منصور الماتريدي. فالماتريدية حنفية، والكرامية أتباع محمد بن كرام السجستاني المشبهة أو الذين مالوا إلى التشبيه، هم أيضا أحناف في الجملة، وخلق من الأشعرية حنفية، وطائفة من المعتزلة ولا سيما من متأخريهم كثر انتماءهم لمذهب أبي حنيفة، بل إن المعتزلة المتمذهبين بأحد مذاهب الفقهاء عامتهم على مذهب الإمام أبي حنيفة في الفقه، وقد انتحلوا شيئا من كلامه في أصول الدين أو أضافوه إلى شيء مما قرروه، فضلا عن طوائف من الصوفية التي انتحلت مذهب الإمام أبي حنيفة. هو من حيث الجملة كثير من هذا الانتحال يكون في الفقه وفي أصول أبي حنيفة في الفقه ومسائله، ولكن كثيرا منهم يطردون ذلك في مسائل أصول الدين. من حيث التأليف أو التصنيف، فإن أبا حنيفة لم يثبت له مصنف واحد في مسائل أصول الدين، وأشهر ما يذكر الفقه الأكبر، ومن المتحقق أنه ليس لأبي حنيفة، وإنما كتبه بعض علماء الحنفية فيما بعد وأضافه من أضافه إلى أبي حنيفة. فلم يثبت لأبي حنيفة رسالة أو كتاب في مسائل أصول الدين، ولكن المتحقق أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله كان على طريقة أئمة السنة والجماعة، ولم ينضبط مخالفته لشيء من أصول السلف إلا فيما يتعلق بقوله في مسألة الإيمان. فقوله في مسألة الإيمان هذه مسألة محققة عند عامة أهل العلم والمقالات وجمهور أصحاب أبي حنيفة، ولم يتردد فيها إلا طائفة من المتأخرين الذين لم يحققوها نفيا عن أبي حنيفة رحمه الله. فالمتحقق أن أبا حنيفة يقول بهذا المذهب الذي معتبره أن الإيمان هو التصديق بالقلب والإقرار باللسان، وأن العمل ليس داخلا في مسمى الإيمان، وهذا مذهب حماد بن أبي سليمان الفقيه
الكوفي الذي كان من تلاميذ إبراهيم النخعي، وهذه مسألة نأتي إليها إن شاء الله تفصيلا عند قول الطحاوي والإيمان واحد وأهله في أصله سواء. في المحصل أيها الإخوة أن أبا حنيفة رحمه الله لم ينضبط له مخالفة في أصول الدين تخالف أصول السلف إلا مسألة واحدة، وهي مسألة الإيمان، فكان يقول بمذهب حماد بن أبي سليمان فيها. أما مسائل الصفات فهو وإن أضيف إلى شيء من الغلط في ذلك، وكذلك مسائل القدر فهو وإن أضيف في بعض الكتب حتى الكتب المسندة إلى شيء من الغلط في ذلك، فإنما هذه بلاغات تحكى عنه ولم ينضبط عنه رحمه الله شيء من ذلك. وعليه فإن هذا الإمام يضاف إلى أئمة السنة والجماعة، وإمامته في الفقه مجمع عليها بين سائر علماء المسلمين من متقدمين ومتأخرين، وكذلك أصوله رحمه الله فإنها هي أصول الأئمة. وإن كان بعض أئمة الحديث المتقدمين كانوا يأخذون على أبي حنيفة ومن هو على طريقته، يأخذون عليه اعتبار الرأي وقلة الأخذ بالسنن والآثار، وهذه مسألة أخرى وتتعلق بمسائل الاستدلال الفقهي. وأما إذا كان القول في مسائل أصول الدين كالقول في الصفات والقدر والإيمان والأسماء والأحكام وما يلتحق بذلك، فإن أبا حنيفة إنما انضبط غلطه في مسألة الإيمان، أما ما عداها فلم ينضبط عنه شيء، والأصل أنه على معتقد الأئمة من أصحاب السنة والجماعة، أئمة الحديث وأئمة الفقه. فهذا محصل فيما يتعلق بشأن الإمام أبي حنيفة. وعليه فإن الأحناف في الجملة لا يمثلون مذهب الإمام أبي حنيفة، فإن منهم كما أسلفت من أهل التأويل كالماتريدية وطوائف من الأشعرية، ومنهم مجسمة كالكرامية، ومنهم مفوضة إلى غير ذلك. وإن كان في الأحناف من متقدمين ومتأخرين من هم على محصل معتقد السلف والأئمة. فيما يتعلق بالمسألة الثانية وهي معتقد الإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله، فإن الطحاوية من أخص أصحاب أبي حنيفة، وإن كان نشأ شافعيا لأنه ولد في بيت شافعي ثم تحول إلى مذهب الإمام أبي حنيفة. فإذا نظرت رسالته هذه وجدت أنها تقرر جمل السلف وجمل أهل السنة والجماعة، لكن ترى في هذه الرسالة بعض المسائل التي قد يتردد في صحتها وانضباطها، وهذا معتبر بمسألة هي أن أصحاب الأئمة الأربعة، وهذا هو المقصود من ذكر هذه المسألة، وهم أصحاب أبي حنيفة وأصحاب مالك وأصحاب الشافعي وأصحاب أحمد، فالحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة باعتبار أصحاب الإمام الذين أخذوا عنه فإنهم في الجملة انضبط شأنهم أنهم على طريقة إمامهم في مسائل أصول الدين. وأما من جاء بعدهم على امتداد القرون وهم الفقهاء من أصحاب الأئمة الأربعة، فهؤلاء في الجملة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام في مسائل أصول الدين. القسم الأول وهم من حقق أصول إمامه تحقيقا صحيحا واعتبرها، من حقق أصول إمامه تحقيقا صحيحا واعتبرها، أي أنه يكون موافقا لمعتقد الأئمة انتحالا وتحقيقا، انتحالا أي أنه ينتحل مذهبهم، وتحقيقا أي أنه أصابه وعرفه وانضبط له. وهذا هو شأن المحققين من الأحناف والمالكية والشافعية
والحنابلة. والانضباط في هذه الطوائف الأربع أكثره في الحنابلة. الانضباط في هذه الطوائف الأربع أكثره في الحنابلة وأقله في الحنفية ثم الشافعية، والمالكية أقرب إلى الحنابلة انضباطا. وموجب ذلك ليس جهة التعصب بتقديم الحنابلة، وإنما موجبه أن كلام الإمام أحمد رحمه الله في مسائل أصول الدين شائع، وقد كان ينتحل مذهبه من هو من أعيان الشافعية أو الحنفية أو المالكية، بخلاف كلام الإمام أبي حنيفة فإنه ليس شائعا في هذه المسائل. وعليه فإن أصحاب أحمد انضبطوا أكثر من انضباط أصحاب أبي حنيفة، أو الانضباط فيهم أكثر. كذلك أصحاب مالك يميلون إلى الحنابلة، لأنه لم ينتحل مذهب الإمام مالك إمام كان له شأن وأتباع من المخالفين لأصول السلف أو المائلين عنها، بخلاف الإمام الشافعي فإنه وإن كان أصحابه أكثر انضباطا من أصحاب أبي حنيفة، إلا أنه لما جاء أبو الحسن الأشعري، وتعلم أنه شافعي المذهب، تقلد كثير من الشافعية مذهب أبي الحسن، ولا سيما أن أبا الحسن كان ينتحل مذهب الأئمة المتقدمين ويصرح بأنه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، مع أنه من حيث الفقه ليس على مذهبه، وإنما يعتبره مذهبا له في أصول الدين لما شاع من اختصاص الإمام أحمد بتقرير هذه المسائل. ومن هذا الموجب، أعني من موجب ظهور أبي الحسن الأشعري، كثر في الشافعية الغلط من بعد أبي الحسن الأشعري، فعليه هذا القسم هم من حقق أصول الإمام وانضبطت له، وهذا خلق منهم في الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة، لكن الانضباط في الحنابلة أكثر للموجب الذي تقدم، ثم المالكية ثم الشافعية ثم الأحناف. فأقل الطوائف اختلافا هم الحنابلة، وأكثرهم اختلافا هم الأحناف للموجبات المتقدمة. القسم الثاني من أصحاب الأئمة هم من انتحل مذهبا انضبطت مخالفته لمذهب السلف، سواء كان هذا مذهبا متقدما أي معروفا بالمخالفة زمن الأئمة، أو كان مذهبا طرأ بعد القرون الثلاثة الفاضلة. وهذا يقع فيه خلق من الأحناف والشافعية والمالكية وقليل من الحنابلة، ولا سيما في أصحاب أبي حنيفة، فإن طائفة منهم انتحلوا الاعتزال مذهبا في أصول الدين. وتعلم أن المعتزلة كانت طائفة معروفة زمن الأئمة المتقدمين بالمخالفة لمذهب الأئمة أنفسهم. وإن كان هذا الصنف أو هذا القسم من أصحاب الأئمة كثير منهم يكون ميلهم عن طريقة إمامهم بانتحال مدرسة نشأت، أو بانتحال مذهب نشأ بعد الأئمة، أي بعد القرون الثلاثة الفاضلة. وأخص مدرسة حصل بموجبها الغلط هي مدرسة الإمام أبي الحسن الأشعري، فترى كثيرا من الشافعية والمالكية وطائفة من الأحناف على مذهب أبي الحسن الأشعري في مسائل أصول الدين، ومذهبه فيه موافقة للسنة والجماعة وفيه مخالفة، ولكن أصحابه من بعده باعدوا عن طريقته إلى طريقة مقاربة لطريقة قوم من المعتزلة. وعليه فإن المتأخرين من الأشاعرة أبعد عن أصول السنة والجماعة وأحرف السلف ومقالاتهم من الأشعري نفسه، فإنك إذا نظرت الأشعري وجدت أن طريقته مقاربة في كثير من مواردها لطريقة السلف،
مع أصول معتبرة عنده من الغلط والمخالفة للإجماع، لكن أصحابه من بعد كالقاضي أبي بكر الباقلاني باعد شيئا عن طريقته، حتى جاء أبو المعالي الجويني فباعد مباعدة بينة ومال إلى طريقة أبي هاشم الجبائي المعتزلي، ثم جاء المتأخرون كمحمد بن عمر الرازي وأمثاله الذين خلطوا مذهب الأشعري بأصول من الفلسفة وكلام ابن سينا وشيء من كلام المعتزلة إلى غير ذلك. وعليه فإن مدرسة الأشعرية في طورها الأخير ولا سيما من بعد أبي المعالي الجويني باعدت طريقة الأشعري نفسه، فضلا عن كونها مباعدة عن طريقة السلف. فهذا القسم هم من انتحل مذهبا مخالفا لأصول السلف وانتصر له، وأخص ذلك الانتصار لطريقة الأشعرية. وأخص الطوائف الأربع بالانتصار لهذه الطريقة هم الشافعية، لأن الأشعرية شافعي، ثم المالكية، ثم خلق من الأحناف الذين أخذوا بمذهب الأشعري، أو طائفة منهم أخذوا بمذهب المعتزلة، وطائفة من الحنابلة قليل على ذلك. فإذن محصل القسم الثاني هم طائفة من أصحاب الأئمة الأربعة انتحلوا أصولا ومذهبا مخالفا لمذهب السلف، وإن كان كثير من هؤلاء يظن أن الذي انتحله ليس كذلك، أي ليس مخالفا كما هو الغالب على علماء الأشاعرة. القسم الثالث ولربما هو الذي ينبغي ضبطه وفقهه، وهم خلق من أصحاب الأئمة الأربعة، طائفة من الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة، لا ترى أنهم منضبطون على أصول الأئمة، ولا ترى أنهم معتبرون لمذهب من المذاهب الكلامية كمذهب الماتريدي أو مذهب الأشعري أو غير ذلك، وإنما هم ينتحلون أصول الأئمة.